السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب المشرفين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة، وكل سنة والشعب المصري أمة الإسلامية كلها بخير وأمة العربية كلها. النهارده إن شاء الله أعمل لكم إن شاء الله أكلة شتوية جميلة جدا، اللي هو العدس يا جماعة. ده ربع كيلو عدس مع المعدل. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربع كيلو عدس، اتنين حبتين طماطم متوسطين، بصلية كبيرة متقطعة كده، أربع خمس فصوص توم، جزرتين، ودي يا جماعة مكعب بس بطاطس، ده اختياري براحتك. ومعايا ايه يا جماعه؟ معلقتين شعريه، ما تكترش الشعريه عشان الشعريه بتنشف. التوابل اللي حبيبي معايا ايه؟ معلقه كركم براحتك بقى، دي اختياري برده، بس بدي تيست حلو ومغذي يا جماعه الكركم جدا. ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه كمون. بقى قلبي حل اهي على النار بتغلي اهي باذن الله. هنزل بقى بالكلام الجميل ده كله ان شاء الله في قلب بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب الحله والله باذن الله، وهيستوي ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه. بص حبيبي، هون عملته في الخلاط هون، او ممكن تعمليه بالهاند بلندر لو عندك هون، وصفيته يا جماعه. حل على النار في معلقه يا جماعه ايه؟ سمنه بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بالثلاث معالق شعريه بتوعي اهو. اول بقى ما ياخدوا لون ان شاء الله هنزل معاهم ايه؟ نفص التوم ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل على تحمير، راح انزل فص التوم يطلع ريحته على طول، واروح نازله بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالعدس. احط الملح بقى يا جماعه واستوي ان شاء الله ونقدمه مع بعض. اه الله على جمال العدس. بصوا يا جماعه، انا هنا حمصت حبه بصل اللي هو بيحطوه على الكشري ده، هحط كده تركه الموشيني، احط كده حبه ان شاء الله كده اهو، يستحلوا قوي. احط برده فوق الطبق، جابه فوق الطبق لما نيجي نغرفه. ما شاء الله على الجمال والحلويات. بص يا حبيب قلبي اهو، بعد ما عملت اهو ما شاء الله، ورحت حط البصل اللي هو متحمر فوق الوش كده فوق الطبق، ما شاء الله جميل ازاي اهو. ده طبق والله، واللحمه اكله جميله جدا، احسن من الفرخ واللحمه. بصوا حبايبي هون، وهنا بقى ايه؟ عملت هنا عيش اللي هو المحمص اللي يحب ايه التسقيه. اتمنى بقى حبيبه قلبي بقى لو الايه، لو العدس الجميل ده، الاكله السهله اللذيذه دي المغذيه لاولادك عجبتك، شوفوا لايك وشير وشوف القناه. وهنا حبه زيتون بقى يا جماعه اهو، بورق اللورا اللي انا عاملاه اهو يا جماعه اهو. ما تنسوش بقى في لايك وشير وشوف القناه. وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.